إن شاء الله هننقل درس الفقه من هذا المسجد إلى مسجد الأشراف كل يوم سبت في نفس الموعد، مسجد الأشراف شارع 17 كل أسبوع. والبخاري هننقله 3 مسجد الأشراف و3 مسجد المعطم لحد شهر رمضان، وبعد شهر رمضان كله في مسجد الأشراف، لأن هذه الكتب لها نوعية معينة من طالب العلم ما بتصلحش في المساجد اللي هي اعتاد فيها الناس اللي بتاخد ايه جلسات الوعظ والإرشاد. في ناس متعودين علوم الدين دي تتاخد وعظ وإرشاد وتنه مروح وخلاص، انما عشان ياخد منهج مقرر كده ويقعد يمشي ورا كتاب زي ده يخلصه في 6 7 سنين، مفيش النوعية دي. فاحنا ممكن نفضي المكان ده في المسجد ده لناس تيجي من النوعية اللي هي ماشية في السوق دلوقتي، واخد بالك، اللي هو هيجي هيفيد الناس، ما يجراش حاجة. ما هو اللي بقى عايز منهج هيبقى في مسجد الأشراف، ما احنا مش هنلغي، بس احنا مش هنغير منهجنا، احنا منهجنا اننا نخلص كتب، هو ده المنهج بتاعنا اللي اتعلمناه من مشايخنا، انما حكاية كلام كده طاير ونجيب فكرة من هنا وفكرة من هنا عمرها ما هتكون المسلم اللي يقدر ينقل دينه للأجيال اللي بعده. هو هتدي ثقافة في الدين لكن ما تديش علم في الدين، تبقى مسلم مثقف عندك ثقافة لكن ما عندكش العلم اللي تنقله لغيرك الجيل اللي بعدك. يعني الإسلام ما اتنقلناش إلا بطريقة الكتب دي، مشايخ ورا مشايخ ويدرسوا بحيث تاخد فكرة عامة كاملة شاملة بتفاصيل وجزئيات وكل حاجة. فإن شاء الله يعني هيبقى في مسجد الأشراف النظام ده اللي هو النظام الأكاديمي، الطالب الغاوي الأكاديمي ده يجي، وتملي الطالب الأكاديمي ده عدده قليل. كان زمان شيخ العمود في الأزهر تخش أيام حتى ما الناس كانت حريصة على طلب، تلاقي الشيخ حوالي 3، وتطلع بره تلاقي على القهوة 1000 واحد قاعد على القهوة. فطول عمر الدنيا كده، طول عمر الدنيا إن طالب العلم الأكاديمي اللي هو بياخد كتاب يخلصه ده، يعني الكتاب ده مثلا كان بيدرس في الأزهر في حوالي 12 سنة، والشيخ لما يبقى مستعجل قوي يخلصه في 9 سنين، ولما يحب يراجعه بسرعة في 5 سنين. فكتاب زي ده كتاب يطلع منك فقيه شافعي، راجل بقى فاهم أمور الدين على مذهب معتبر، وعارف بعض أدلة المذهب وعارف بعض قواعد المذهب، فبحيث انك انت تقدر بعد كده تبقى انت نفسك تعمل حلقة تعلم الناس حاجة، يبقى انت تعلمت حاجة تقدر تنقلها للجيل اللي بعدك، لانه الاسلام لازم ايه جيل يوصل لجيل. انما انت دلوقتي لما بتاخد معلومة، المعلومة اللي انت خدتها دي الثقافة دي تفيدك انت، ما تفيدش الجيل اللي بعدك، هتفيدك انت بس تنجو بنفسك، لكن هتعرف تنقلها للي بعدك؟ تعرفش تنقلها للي بعدك للأسف. واللي بيحاول يتكلم الناس علشان اوتي طلاقة لسان وهو ما قعدش الاعداد الاكاديمية دي بيتسرع، فتلاقيه يعلم الناس غلط ويعلم الناس بطريقة تخالف الاجماع، ودي احنا عانينا منها في 20 30 سنة اللي فاتوا، ان ناس اعتلت المنابر وجلست امام الناس تعلمهم، وهم يتعلموا الدين من خلال الجلسات الوعظ والارشاد العامة دي، فربى فكرة ناقصة عن الدين وتصور ان هي دي الدين، وبدأ بعد ذلك ينتقل في المساجد يعلم الناس الفكرة الناقصة عن ان هي الدين وهي مش الدين. فيعني احنا نرجو ان انتوا اولا نريح نفسنا وندي فرصة للمسجد هنا، اننا ما قطعناش رجلين الناس، احنا قطعنا رجلين الناس. كان الاول الناس لما بيجي الشيخ اللي قبل يوم السبت ده تلاقي الجامع على اخره ويبقوا فرحانين، دي النوعية دي كويسة برضو، احنا برضو عايزين نكسبها لانه مسلمين حلوين، ما احنا عايزين برضو المسلم اللي عايز ثقافة تفيده في دنيته احنا عايزينه برضو، احنا مش بنقول عليه وحش، يعني ما بنقولش عليه وحش، لكن احنا عايزين نربي الجيل اللي ينقل الدين للي بعده كمان. يبقى في ناس بتربي الجيل اللي ينقل الدين اللي بعده، وفي ناس بتاخد بايد الجيل نفسه اللي عايش ده الى اتباع سنة الله ورسوله، فده مطلوب وده مطلوب. فلازم ندي فرصة للمسجد هنا ان يؤدي هذا الدور، وندي فرصة برضه في مسجد الأشراف ان يؤدي الدور اللي هو اصلا يعني ربنا يعلم احنا ما عملناش المسجد عندنا الا لهذه النية، اننا نعمله زي جامعة، يبقى في مقررات، بس علشان كان مسجد لسه جديد والناس مش متعودة على مكانه قلنا نشتغل في اي مساجد كده لحد ما الناس تعرف مكانه، والحمد لله اللي ليه رغبة عرف مكان المسجد، واحنا نرحب باي واحد ليه رغبة يجي ويستمر بهذه النية. واللي بيموت وهو لسه بيطلب هذا بياخد اجر شهيد،
يعني اللي بينفق في طلب العلم بياخد اجر الشهيد، وهو طول ما هو بيجي الجلسات اللي زي دي بياخد يعني ثواب المجاهد في سبيل الله، طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. هو ده الجلسات دي هي دي جلسات علم الدين، انما جلسات الوعظ والارشاد احنا محتاجينها برضه، بس ما تعملش منك مسلم فاهم دين، تعمل منك مسلم عندك يعني عاطفة، عايز تقيم الليل، عايز بقى يعني تطيع ربك، عايز تتوب، عايز تعبد ربك. طب كويس، جالك هذا الحماس، طب ازاي تعبد ربك؟ هي دي بقى الجلسات اللي هتعلمك. طب ازاي تتوب؟ طب ازاي تستقيم على شرع الله؟ هي دي الجلسات اللي تعلمك. يبقى الاولانيه بتديك الدافع، زي عربيه مزرجنه زقتها عايزه تمشي، مشيت العربيه، عايزه سواق بقى، عايزه سواق، والا هتعمل حادثه، ممكن تخش في جبل ما تعرفش توصل. يبقى الجلسات الوعظ اللي احنا بنسمعها دي كلها في التلفزيون وفي معظم المساجد وخطب الجمعة دي مطلوبة علشان بس ايه، تخلي المسلم عنده حماس انه يطيع ربه. طب عايز اطيع ربي، يقعد بقى الجلسات دي، تعلم بقى ازاي يطيع ربه، والا هيقع في البدعة ويقع في المخالفة، يلاقي نفسه صحيفته مش مظبوطة وهكذا. فان شاء الله انتوا تعينونا على اننا ننقل الدرس في مكان يريحنا جميعا، نقوم نحس اننا بنؤدي دورنا ومش مانعين دور مسجد اخر في نفس الوقت. فان شاء الله يعني، وهي دي يعني رسالة المسلم في كل عصر، ان كل المسلمين يخدموا دينهم بطرق مختلفة. يعني الناس محتاجين واحد زي الاستاذ عمرو خالد، يقعد يعمل حماسة للناس ويحببهم ويرغبهم ويحكي لهم قصص الصالحين، دي حاجة جميلة محتاجين ده. ومحتاجين كمان الشيخ اللي زي الدكتور علي جمعة، اللي هو راجل مقصر الامور ويديك الاصول ويديك القواعد ويفهمك ازاي تفهم امور دينك. فاحنا محتاجين ده ومحتاجين ده ومحتاجين ده ومحتاجين ده كله. فلا ده بيزق ده يقول له انا مكانك، ولا ده بيزق، لا بالعكس، هو ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يخاطبك بألسنة متعددة علشان يأخذ بيدك اليه، هي دي المسألة. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا. هيبقى كل سبت في مسجد الاشراف، والثلاث اللي جاي في هنا في مسجد الأشراف البخاري، والثلاث اللي بعده في مسجد المقطم، وبعد كده هيبقى كل ثلاث في مسجد الأشراف. من بعد رمضان بقى هيبقى سبت وثلاث، كل دروسنا بقى هتبقى في مسجد الأشراف ما عدا درس الرسالة القشيرية في الأزهر يوم السبت كالمعتاد صباحا إن شاء الله. الشفع هيستمر برضه في مسجد أبو بكر، لأن في من أهل المنطقة بيحضروا هناك، واخد بالك، فبيستفيدوا. فانا ما رضيتش ان انا يعني امتحنهم، لكن احنا هنا هات انت واحد من اهل المنطقه من هنا، مفيش، كلنا جايين من اماكن مختلفه، صح؟ يبقى اللي جاي جاي راغب، يبقى طالما راغب يجي بقى في حته ونسيب المكان ده متسع لغيرنا يستفيد بيه برضه، علشان ما نحجزش المكان وهم يبقوا محرجين مننا، ويمكن مثلا شايفين ان المسجد ما بيؤديش الدور اللي هم عايزينه، وفي نفس الوقت محرجين يقولوا لنا مع السلامه. فالحكاية سهلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ويحرم على الحائض ثمانية أشياء. ما يحرم على الحائض؟ إحنا قلنا إن الحدث عند الشافعية ينقسم باعتبار ما يمنع إلى حدث أكبر وأوسط وأصغر. الحدث الأكبر يمنع من أشياء أكثر من الحدث الأوسط، والأوسط يمنع من أشياء أكثر من الحدث الأصغر، كويس؟ باعتبار ما منع، لكن باعتبار ما أوجب فهم حدثين، حدث أكبر يوجب الغسل، وحدث أصغر يوجب الوضوء وخلاص. يبقى اعتبار ما يوجب هم حدثين، حدث يوجب الغسل، وإحنا قلنا هم ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، وثلاثة خاصة بالنساء اللي هي بتوجب الغسل، الثلاثة الخاصة بالنساء الحيض والنفاس والولادة، والثلاثة اللي يشترك فيها الرجال والنساء اللي هو الجنابة، اللي هو خروج المني والإيلاج والموت. خروج المني والإيلاج يعني دخول حشفة الذكر في فرج آدمي، يبقى ده في حد ذاته يجب الغسل للمدخل وللداخل فيه. وبعدين الموت. يبقى عندنا ست حاجات توجب الغسل ما حدث أكبر، وبعدين الأحداث التي توجب الوضوء اللي هي الأحداث الصغرى زي النوم لغير ممكن المقعدة،
خروج أي شيء من السبيلين، وكذلك لمس المرأة على التفصيل الذي تكلمنا عليه، ولمس مس الفرج بكف اليد، وكذا حلقة الدبر على الجديد. يبقى دي الأشياء اللي هي إيه توجب الوضوء. لكن باعتبار ما يمنع، نجد إن الحيض والنفاس يمنع أشياء من أشياء لا يمنع منها الجنابة. الجنابة ما تمنعش من الصيام مثلا، يعني لو واحد جنب وعايز يصوم يصوم، لكن لو حائض تيجي تصوم نقول لها لا ما تصوميش، مش كده برضو؟ الجنب إذا أراد أن يجامع له أن يجامع يطهر، لكن الحائض لا توطأ. يبقى الحيض يمنع من الوطأ، الجنابة لا تمنع من الوطأ، مش كده برضو؟ يبقى وكذلك الحيض يمنع من المرور في المسجد، الحيض إن لم تأمن تلويثه، لكن الجنابة يجوز له أن يمر في المسجد إلا عابري سبيل. يبقى وجدت هنا إن الحيض بيمنع من أشياء أكثر مما يمنع منها الجنابة، فسمينا الحيض والنفاس حدث أكبر باعتبار ما يمنع، وسمينا الجنابة حدث أوسط باعتبار أنه يمنع من أشياء أقل، وسمينا الأحداث التي توجب الوضوء حدث أصغر. فهمت بقى التقسيمة بتاع الشافعية؟ يبقى تقسيمة الشافعية للأحداث باعتبار ما يوجب نوعين، أكبر وأصغر، وباعتبار ما يمنع ثلاثة أنواع. حدث أكبر لأنه يمنع من أشياء أكثر من الحدث الأوسط، وحدث أوسط يمنع من أشياء أكثر من الحدث الأصغر. واضح؟ هنا بقى هنتكلم على ما يمنع منه الحيض والنفاس. يمنع المرأة من إيه؟ يبقى المرأة يحرم عليها وهي حائض إنها تعمل أشياء معينة، يجوز لها إنها تعملها وهي ليست حائضة. إيه الأشياء اللي يمنعها منها؟ هي دي اللي موضوع النهاردة. ويحرم بالحيض، وفي بعض النسخ ويحرم على الحائض، ثمانية أشياء، أحدها الصلاة فرضا أو نفلا، وكذا سجدة التلاوة والشكر، والثاني الصوم فرضا أو نفلا، والثالث قراءة القرآن، والرابع مس المصحف وهو اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين وحمله إلا إذا خافت عليه، والخامس دخول المسجد للحائض إن خافت تلويثه، والسادس الطواف فرضا أو نفلا، والسابع الوطء. ويسن لمن وطئ في إقبال الدم التصدق بدينار، ولمن وطئ في إدباره التصدق بنصف دينار، والثامن الاستمتاع بما بين السرة والركبة من المرأة، فلا يحرم الاستمتاع بهما يعني بالسرة والركبة ولا بما فوقهما على المختار من شرح المهذب. ونقف عند هذا الحد. احنا قرأنا هنا الكلام اللي موجود في الهامش اللي هو كلام متن الغاية والتقريب للقاضي أبو شجاع وشرح ابن قاسم الغزالي. هنقرأ بعد كده حاشية الإمام البيجوري على هذا الكلام. احنا الدور اللي فات قلنا ان اطول زمن حمل عند الشافعية 4 سنوات في الدرس الماضي. القانون المصري حاليا خد اطول زمن حمل سنة كاملة 12 شهر. يبقى القانون المصري خد الحالي، سألت انا بعض القضاء يعني، فقالوا ان القانون المصري واخد حاليا بعد مراجعة الاطباء في مثل هذا الامر في العصر الحديث بتاعنا، قالوا انه اطول مدة حمل سنة كاملة 12 شهرا. بعد كده لا يثبت ان اللي في البطن ده يبقى صاحبه هذا الرجل. يعني لو رجل مات وامرأته وضعت بعد موته باكتر من 12 شهر ما يبقاش ابنه يرثه. ليس ابنه يرثه. خدت بالك؟ لكن لو وضعت في خلال 11 شهر 12 شهر 10 شهور يبقى يرثه، يدخل في الميراث ويبقى ابنه. ده القانون المصري حاليا. القضاء المصري خد ان اقصى مدة حمل سنة واحدة 12 شهر. لكن عند الشافعية قالوا 4 سنوات. عند الشافعية قالوا 4 سنوات على المذهب. نرجع تاني لموضوعنا. وفي بعض النسخ جزاك الله خير ويحرم على الحائض، ايوه على النفساء ايضا، بيبقى الكلام خاص بالحائض والنفساء فيما يحرم، كما علمته مما مر. وهذه النسخة هذه المناسبة
لقوله بعد ويحرم على الجنب كذا ويحرم على المحدث كذا، لان هنا هيجيب لك بعد ما يعدد لك ما يحرم على الحائض والنفساء هيعدد لك ما يحرم على الجنب عشان تلاحظ ان هم اقل، وبعدين يعدد لك ما يحرم على المحدث حدث اصغر عشان تعرف ان هم اقل. قوله احدها اي احد الثمانيه، قوله الصلاه ولا يلزمها قضاؤها، يبقى يحرم عليها الصلاه. الجنب، الجنب لا يحرم عليه ان يصلي وهو جنب، لكن الصلاه تجب عليه حتى لو اخر الغسل نقول له عيد الصلوات، لكن الحائض يحرم عليها الصلاه ولا تجب عليها اعادتها كمان بعد الطهر، لا يجب عليها اعادتها بعد الطهر كويس، لكن الصوم يحرم عليها الصوم لكن يجب عليها اعادته بعد الطهر. والصلاة ولا يلزمها قضاؤها، فلو قضتها، افرض واحدة قالت لا انا عايز اقضي، يبقى كره وتنعقد نفلا مطلقا، وما تنعقدش فرد برضه، تنعقد تطوع. يعني واحدة صممت قالت لا انا هعدي اعيد الصلوات الفرائض اللي عدت عليا وانا حائض، نقول لها كده مكروه، وتنعقد نفل ولا تنعقد فرد حتى لو نويتها فرد كويس، وتنعقد نفلا مطلقا ولا ثواب فيها كمان، ولا ثواب فيها للمخالف، ولا ثواب فيها للمخالف، ده على المعتمد خلافا للخطيب. الخطيب الشربيني قال تاخد ثواب النفل، تنعقد نفلا وتثاب. التانيين المعتمد قالوا لا، لا تساب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها، فهي تفعل شيء لم يأتي به الشرع كويس، فيبقى لا ثواب عليها، وده المعتمد. لا احنا نقول انها تبقى بدعة لو هي ابتدت تدعو اليه وتعلم الناس، لكن هي لو بينها وبين نفسها بتعملها لا كده مكروه ومش هتاخدي ثواب كويس. ابتدت بقى ايه تدعو اليها وتبين ان هي مش مكروهه ولا حاجه، ده هي كده الاحسن، وتبتدي تدلل نقول لا ده انت كده هتبقي مبتدعه وبتاتي ما يخالف الشرع وبتدعو الى بدعتك، يبقى ساعتها نقول لها لا كده ما يصحش ونمنعها بقى ونحذر الناس منها، او منه ان كان رجل هو اللي بيدعو للنساء انها تصلي يعني والحاجات دي. كان في شيخ ازهري في السلطان حسن من سنتين يقول للناس للستات في الدرس بتاعه الحائط تصوم وتصوم وهي حائط، تصوم وكان في رمضان، جبت منين؟ يقول لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الحائط لا تصوم. والامه على مر العصور دي كلها بقى لها قرون وعارفينها، بقت اصبحت من الدين بالضروره، ما كفاكش دليل. والسيده عائشه في الحديث الصحيح قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، مش ده يدل على انهم ما كانوش بيصوموا؟ حاجة غريبة. شيخ أزهري بعمة من سنتين بس، فيعني برضو في ناس بتبقى مخها ساعات كده يضرب منها، فتحذر هؤلاء. وفارقت الصوم، طب ليه احنا قلنا الصوم تعيده والصلاة ما نعيدهاش؟ حيث يجب قضاؤه، الصوم يجب قضاؤه، فارقته بايه؟ بانها متكرره، فيبقى هتجد في على نفسها حرج انها تعيد الصلوات دي كلها، انها متكرره خمس صلوات في اليوم والليله، لو كان حيضها كمان سبعة ايام ولا ثمان ايام هيبقى عليها 35 فرد تقضيهم، هيصعب عليها، والست عندها عيالها وبيتها ومشاغلها، فهيبقى يصعب عليها. وما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن الصيام سهل، هي خمس ست ايام تعوضهم في سنه في 12 شهر سهل تعملهم. يبقى فارقت الصوم لتكررها، فتكررها يجعل في حرج في ايه؟ في إعادة الفرائض عليه. بتكررها كثيرا فيشق قضاؤها، ولا كذلك الصوم، يعني الصوم ما فيهوش التكرار الكتير ده، هو شهر في السنة، فلا يشق قضاؤه. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة كويس، ده كلام ستنا عائشة. أحدها الصلاة فرضا، يعني يحرم عليها الصلاة فرض،
اي عينيا او كفائيا، يعني سواء فرض عين زي فرائض الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، او كفائيا زي صلاة الجنازة فرض على الكفاية مثلا، يبقى يحرم عليها الفرض الكفائي والفرض العيني. فدخلت صلاة الجنازة وكذا سجدة التلاوة، لان سجدة التلاوة حكمها حكم الصلاة، ما تسجدهاش الا وانت متوضي ومتوجه للقبلة وعلى مكان طاهر وساتر العورة، يعني ليها احكام كأنها تشبه الصلاة، فصارت حكمها حكم الصلاة. وكذا سجدة التلاوة اي سجدة سببها التلاوة بمعنى القراءة، فالإضافة من إضافة المسبب إلى السبب. وقوله والشكر أي وسجدة الشكر، أي سجدة هي الشكر، فالإضافة بيانية، يعني السجدة سببها الشكر. يبقى سجدة التلاوة وسجدة الشكر وصلاة النافلة وصلاة الفرض العيني والكفائي والنوافل، كل ده لا تصليه الحائض والنفساء. الثاني الصوم، يبقى يحرم على الحائض والنفساء. تاني حاجة الصوم، فمتى نوت الصوم حرم عليها. طب افرض ما نوتش، يعني لو نوت الصيام يحرم تبقى آثمة، لو نوت الصيام يحرم وآثمة، كويس. طب افرض ما نوتش لكن هي مش عايزة قدام أولادها الأطفال وهم صايمين تاكل وتشرب قدام، فمنعت نفسها بلا نية، لا بأس، لا يحرم عليه ذلك. فهمت ازاي؟ فمتى نوت الصوم حرم عليها، واما اذا لم تنوي ومنعت نفسها الطعام والشراب فلا يحرم عليها، لانه لا يسمى صوما، وتحريمه عليها، تحريم الصيام عليها يعني على الحائض والنفساء، معقول المعنى، خلافا للامام، للامام الرافعي. الامام الرافعي قال تعبدي، ما قالش معقول المعنى، يعني قال ده تعبدي، يعني علته مش معروفه، ليه الشرع منع الحائض والنفساء انها تصوم؟ قال علته غير معقوله المعنى. هم بيقول لك هنا الشيخ بيقول لك لا دي معقوله المعنى، لان خروج الدم مضعف للبدن والصوم كذلك، فلو صامت والصوم يضعف البدن اصلا، مع خروج الدم من بدنها لزاد ضعفه، فلو صامت معه لاجتمع عليها مضعفان، والشارع ناظر لصحة الأبدان ما أمكن. واضح الكلام؟ ويجب عليها قضاؤه، يعني بعد طهرها تماما يجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها، ويجب عليها قضاؤه بأمر جديد، بأمر جديد، يعني لولا ان ستنا عائشة قالت وكنا نؤمر بقضاء الصوم كنا قلنا لا يجب علي الصوم ولا قضاؤه زي الصلاة. فلما جاء الامر الجديد اللي هي السيدة عائشة بيقول وكنا نؤمر بقضاء الصوم، واخد بالك؟ يبقى نؤمر، ويبقى ايه؟ وجب عليها بامر جديد. فهمت؟ ادي كلام الشيخ يعني. ويجب عليها قضاؤه بامر جديد لانها لم تؤمر به حالة الحيض، كيف وهي ممنوعة منه؟ والمنع لا يجامع الأمر من جهة واحدة، فلا ينافي أن يجامعه من جهتين مختلفتين كالصلاة في أرض مغصوبة. يعني احنا ما نقول ان الصلاة في الأرض المغصوبة حرام، يبقى هنا الحرمة، هنا النهي، هنا يجامع الأمر بالصلاة من جهتين مختلفتين. انت مأمور بالصلاة ومنهي أن تصلي في أرض المغصوبة، كويس؟ فالأمر بالصلاة هنا والنهي عن الصلاة في أمر المغصوبة في أرض المغصوبة ملوش معنى إن هو منهي عن ينهك عن الصلاة مطلقا، ليه؟ لأنك عندك القدرة إنك تترك الأرض المغصوبة إلى غير مغصوبة فتصلي. فهمت؟ فما جامعش النهي عن الصلاة من جهة واحدة، ده هو هنا منعك من الصلاة لا من جهة الصلاة ذاتها، من جهة الأمر خارج عنها وهي إنها أرض مغصوبة. فهمت إزاي؟ لكن هنا في الحيض منعت من الصلاة من جهة واحدة، فما اقدرش امرها باعادتها الا بامر جديد. فهمت ازاي بقى؟ ما اقدرش امرها باعادتها الا بامر جديد من الشرع، لان ممكن اقول انها كانت غير مكلفة، وطالما غير مكلفة
لأنها كيف أأمرها أنك مكلفة بالصوم وممنوع أن تصومي؟ هنا تكليف بما لا يطاق، أكلف بالشيء وأمنعه من فعله، يبقى ده تكليف بما لا يطاق. بما لا يطاق، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيبقى لما أجي أقول لها لا تصومي وأنت حائض، معناه أنك أنت لا يجب عليك الصوم. طب وهل يجب القضاء؟ يحتاج أمر جديد بقى، يحتاج أمر جديد. فهمت إزاي بقى معنى كلام الشيخ؟ والمنع لا يجامع الأمر من جهة واحدة، فلا ينافي أن يجامعه من جهتين مختلفتين، كالصلاة في أرض مغصوبة، أنت مأمور أن تصلي ومنهي أن تصلي في أرض مغصوبة، فدي جهة ودي جهة، فرضا أو نفلا. تعميم في الصوم يعني يحرم عليها، تمنع من الصيام النافلة وصيام الفرض وهي حائض، كما منعت من صلاة النافلة وصلاة الفرض وهي حائض، كذلك تمنع من صوم النافلة ومن صيام الفرض. الثالث من الممنوعات للحائض والنفساء قراءة القرآن بلسانها كده. الجنب برضو ما بيقراش القرآن، مش كده برضو؟ حتى ولو من حفظه، لأن لا يتصور أن جنب هيقرأ من المصحف يمسكه، لأنه إذا كان اللي مش متوضي أصلا ما يمسكش المصحف، فيبقى الجنب أشد. يبقى الكل ممنوع من حمل المصحف ومسه، الكل، حدث الأصغر والأوسط والأكبر يمنع من مس المصحف وحمله، لكن الحدث الأكبر والحدث الأوسط يمنع من قراءة القرآن، والحدث الأصغر لا يمنع من قراءة القرآن. لك أن تقرأ من حفظك ما شئت وأنت على غير وضوء، كويس، أو من مصحف مفتوح بعينك دون أن تقلب صفحاته بيدك، انت فتحه على الحامل ولك انك انت تبص كده وتقعد تقرا من ورق المصحف وانت على غير وضوء، لكن ما تمسش المصحف ولا الحامل اللي عليه المصحف. كمان لك ان تقلب صفحاته بمسطره، بسواك، بقلم، باي حاجه اللي بيقطعوا بيه الورق والجوابات، ده للمحدث حدث اصغر، يعني له ان يقرا ما شاء بلسانه ولكن لا يمس المصحف ولا يحمله. فإذا أراد أن يقلب صفحة المصحف يقلبها بشيء إيه؟ زي عصا، زي سواك، زي قلم، أي حاجة من دي، يعني يعمل كده زي ما بعمل أنا بالمسطرة قدامك كده أهو، وأروح مقلب الصفحة كده وأقرأ، ويكون على الحامل قدامي أو على ترابيزة أو على أي شيء من هذا. ده بالنسبة لمحدث حدث أصغر. محدث حدث أكبر لا يقرأ من المصحف بدون مس، ولا يقرأ من حفظه، ولا يجري القرآن على لسانه أصلا، لكن لو يجريه على قلبه، كويس، وكذلك الحائض والنفساء له أن يجري على قلبه، له أن يجري على قلبه. والثالث قراءة القرآن، أي بأن تتلفظ وتسمع نفسها حيث كانت معتدلة السمع، ولا مانع فلو أجرت القرآن على قلبها أو نظرت في المصحف أو حركت لسانها وهمست همسا بحيث لا تسمع نفسها فلا يحل. يبقى لو أرد بعينيها أو الجنب أرى بعينيه دون أن يمس أو أجرى على قلبه ما فيش مشكلة. طب حرك لسانه دون أن يسمع نفسه ولا همسة، له ذلك، لأن هذا لا يسمى قراءة. القراءة تسمى قراءة إذا أسمعت نفسك. وعشان كده لما تيجي تنوي تصلي، في ناس انا بشوفهم ينوي واقف كده وقافل بقه، يقول لك انا بقى اجري الفاتحه على قلبي، هذا صلاته باطله، لانه هذه ليست قراءه، هذه ليست قراءه، ده ذكر قلبي. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب، ما قالش لمن لم يذكر ام الكتاب، قال لمن لم يقرا. والقراءه بلغه العرب هي اسماع النفس، كويس. يبقى لازم لما يجي في الصلاه يقرا الفاتحه يسمع نفسه علشان يبقى صلاته صحيحة. طب افرض أرى الصورة اللي بعد الفتحة دون أن يسمع نفسه، صلاته صحيحة، لأن الصورة بعد الفتحة سنة، صلاته صحيحة، واخد بالك ازاي؟ لأن الصورة بعد الفتحة سنة، لكن الفتحة لازم يسمع نفسه، التشهد لازم يسمع نفسه، تكبيرة الإحرام لازم يسمع نفسه، لأن دي أركان. افرض ركع وسبح
دون ان يسمع نفسه صلاته صحيح، لان التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود سنن، هيجي الحاجات دي في سنن الصلوات. اي يسمع نفسه عشان تبقى صلاته صحيحه، والا ما يسمعش قراءه. ودي مشهوره على ناس كتير على فكره، انا بشوف ناس كتير الاحظهم في الجامع كده، الاقيه واقف كده اهو ولا بيحرك حتى بقه، تيجي تقول له في الاخر انت كنت بتقرا ايه؟ يقول لك لا انا واعي مطمئن. دي ما اسمهاش قرايه، دي ما اسمهاش قرايه، ده اسمه ذكر قلبي، ذكر قلبي. والذكر القلبي يعتد به في خارج الصلاه، لكن الصلاه محتاجه القراءه. الرسول قال لمن لم يقرا بام الكتاب، شايف يقرا. ما هو يسمع نفسه بدون ما يشوش على اخيه، اهو اهو. قدامي الميكروفون، سمعت حاجة؟ وأنا بسمع نفسي. عادي. مش معناه أسمع نفسي يبقى واحد سمعه تقيل بقى يسمع نفسه ويعلي، لا، إحنا بنقول لمعتدل السمع. لمعتدل السمع. يعني افرض واحد سمعه تقيل ما يعليش بقى صوته عشان يسمع نفسه. يعني يبقى بالعرف. اللي هو العرف العادي. خدت بال حضرتك؟ جربها كده تلاقي نفسك اللي جنبك ممكن ما يسمعكش، وأنت بتسمع نفسك. خدت بالك؟ ودي بالتعود، لما بتتعود كتير والصلاة متكررة تلاقي نفسك بتعملها كده بدون ما تحس بأي تكلف. فلو أجرت القرآن على قلبها أو نظرت في المصحف أو حركت لسانها وهمست همسا بحيث لا تسمع نفسها لم يحرم، لأن ذلك ليس بقراءة. يبقى كل اللي بتعمله ده إنها تجري على قلبها، إنها تنظر بعينها، إنها تحرك لسانها وتهمس دون أن تسمع نفسها، كل دي ليست بقراءة، وبالتالي لها أن تفعلها وهي حائض. واضح؟ نعم، إشارة الأخرس كالنطق كما قاله القاضي في فتاويه. القاضي حسين قال في فتاويه إن إشارة الأخرس المفهمة كالنطق. بس مش في الصلاة بقى. هو بيتكلم هنا في العقود، بيتكلم في العقود. أخرس ومتجوز وأشار إشارة لزوجته تدل على أنها مفهمة بالطلاق، يبقى ده طلاق. أشار وهو بيعمل عقد بيع إشارة مفهمة أنه موافق، يبقى انعقد البيع. فهمت إزاي؟ لكن في الصلاة ما ينفعش نقول له الإشارة مفهمة تدل على التلاوة. فهمت إزاي؟ يبقى القاضي حسين كان بيتكلم على إشارة الأخرس في باب آخر، فما تاخدهاش في الباب قراءة القرآن هنا. نعم، إشارة الأخرس كالنطق كما قاله القاضي في فتاويه، قال ابن قاسم وقد نوزع فيه، ولا بد أن يفهمها كل أحد وإلا فلا تحرم. الكلام ده القاضي حسين أنا لا أعتقد أنه كان يقصد قراءة القرآن بإشارة الأخرس، لأنه لا يشار في القرآن أصلا. وعشان كده المنازعة اللي حصلت مع القاضي حسين انك انت حملت كلامه في باب هو ما بيتكلمش فيه. هو بيتكلم في باب العقود وبكاب الزواج. يعني انا بزوج بنتي لراجل اخر. فبقول له زوجتك ابنتي، فاجاب بالاشارة اشارة مفهمة انه وافق، يبقى انعقد الايه؟ الزواج، يبقى ينعقد الزواج بالاشارة، ينعقد عقد البيع بالاشارة المفهمة، ينعقد العقد العتق بالإشارة المفهمة وهكذا. يبقى القاضي حسين بيتكلم في العقود، ده قاضي مش بيتكلم في أحكام الصلاة. تاخد أنت كلام القاضي حسين ليه تحطه في باب الصلاة وقراءة القرآن وبتقول لي نوزع فيه؟ فهمت المسألة بقى؟ فهم نقلوا كلام القاضي حسين في حتة مش بتاعته، وابتدوا يتنازعوا فيه. فأدي المسألة، لكن هو ما كانش إيه، المسألة مش في هذه الصورة. لأن الإشارة ترجمة، خد بالك الإشارة ترجمة. لو هيقرأ القرآن بالإشارة فهو بيترجم معنى القرآن، ولا وبالإجماع يجوز قراءة ترجمة القرآن للحائر والمحدث والجنب بالإجماع. أقرأ القرآن المترجم بالإنجليزي، أقرأ القرآن المترجم بالفرنساوي، مش قرآن ده ترجمة معنى. فهمت بقى المسألة؟ فالإشارة مش قرآن، ده معنى. فهمت؟ زي الترجمة بالظبط. يبقى ما تخشش في المسألة خالص، دي قضية تانية، دي قضية تانية أخرى. فهمت بقى المسألة؟ ولا بد أن يفهمها كل أحد وإلا فلا تحرم. ومحل الحرمة
امتى تحرم بقى عليها قراءة القرآن؟ ان قصدت قراءة القرآن، لكن ركبت العربية بتاعتها وقالت سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وهي قرآن ودعاء، فقصدت الدعاء يبقى لا يحرم، فهمت؟ لكن لو قصدت قرآنيتها يحرم، يبقى إن قصدت الدعاء لا يحرم. ومحل الحرمة إن قصدت القراءة ولو مع غيرها، فإن قصدت الذكر أو أطلقت لم يحرم، لأنه لا يسمى قرآنا عند الصارف لكونها حائضة إلا بالقصد، وأما عند عدم الصارف فيسمى قرآنا ولو بلا قصد، ولا فرق في التفصيل المذكور بين ما يوجد نظمه في غير القرآن كقوله عند الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين، وعند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، وما لا يوجد نظمه إلا فيه كآية الكرسي وسورة الإخلاص. يعني افرض آية الكرسي وسورة الإخلاص بنية التعوذ من الشيطان مش بنية تلاوة قرآن، لها أن تقرأ ذلك لأنه ده مش قرآن بقى، دي دعاء تعوذ، فهمت المسألة؟ بالرغم أن هي نظمها كده في القرآن. وإن قال الزركشي لا شك في تحريم ما لا يوجد نظمه إلا في القرآن، فالمعتمد جريان التفصيل في أحكامه ومواعظه وأذكاره وأخباره سواء ما كثرت منه أو قل ولو حرفا واحدا. يعني وانت بتذكر بتقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ممكن تقصد قرآنيتها وذكرها، تقوم تاخد ثوابين، ثواب التلاوة وثواب القرآنية، كويس؟ لأن الآية بتقول إيه؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، الآية كده في سورة محمد سيدنا محمد، مش كده برضو؟ طيب أنا بحب أقول لا إله إلا الله وردي 100 مرة كل يوم، فأنا لما أنوي إنها قرآن وذكر خدت ثواب القرآن وثواب الذكر، يبقى ضعيف. افرض المرأة مواظبة على هذا الذكر على طول، بتقوله كل يوم الصبح 100 مرة و 100 مرة بالليل، في فترة حيضها لا تنوي قرآنيتها، وفي فترة طهرها تنوي قرآنيتي وذكر، تقوم تاخد ثواب الاثنين في فترة طهرها، لكن في فترة حيضها ونفاسها لا تنوي إلا مطلق الذكر، تقوم تاخد ثواب الذكر بس، فهمت؟ سواء ما كثرت منه أو قل ولو حرفا واحدا، لأن نطقها بحرف واحد بقصد القرآن شروع في المعصية، فالتحريم لذلك لا لكونه يسمى قرآنا لأن الحرف الواحد، يعني هي قصدت قرآن وقالت حاء وما قالتش ميم وقصدتها قرآن، ولا يحرم حرف واحد يحرم لأنك قصدت قرآن وانت ممنوعة من قراءة القرآن، فهمت ازاي؟ ولو حرفا واحدا طالما في القصد. لأن الحرف الواحد لا يسمى قرآنا لأنه من القرء وهو الجمع ومحله في المسلمة، لذلك فالتحريم لذلك لا لكونه يسمى قرآن، وإن كان الحرف الواحد لا يسمى قرآن التحريم هنا لقصدها أنها تنوي به قرآن، لكن الحرف الواحد ما اسموش قرآن، واحد ماشي بيقول حا ما أقدرش أقول إن كلمة حا دي قرآن إلا إذا قصد بها قرآنيتها أو يروح ذهني لحاميم، فهمت إزاي؟ أول ما يقول أنا قصدي قرآن يروح في ذهني على طول حاميم، انما بيقول حا كده يبقى راكب حمار بقى بيعمل اي حاجه، دي شغلانه ثانيه فمعنى اخر مش قران عمرها، فهمت ازاي؟ لا يسمى قرانا لانه من القرء وهو الجمع، يعني القران جايه من القرء، والقرء يعني الجمع، يعني معناه مجموع حروف عشان تكون الفاظ، والالفاظ تكون كلمات، والكلمات تكون جمل، فيطلع منه قران في الاخر، ومحله في المسلمه. أما الكافرة فلا نتعرض لها لأنها لا تعتقد حرمته، واحدة كتابية، يعني واحد متزوج امرأة كتابية، وبعدين من كتر ما هي متزوجة بقالها سنين حفظت منه بعض آيات القرآن، فتقولها وهي حائض ما نكلمهاش ما نواجههاش، لأن هي أصلا لا تعتقد أصلا إنه ده كلام الله، دي كافرة لا تعتقد كلام الله. إحنا بنقول للمسلمة ما تتكلميش ده لأن ده كلام الله له يعني قدسياته، فلا يقرأ على هذه الحالة، هي كفرة أصلا، دي ما بتقولش أنه كلام الله أصلا، ما لو قالت أنه كلام الله بقت مسلمة
وأما الكافرة فلا نتعرض لها لأنها لا تعتقد حرمته. والمراد بالقرآن ما لم تنسخ تلاوته ولو نسخ حكمه. يبقى المقصود بالقرآن اللي هو قرآن، ولو منسوخ التلاوة منسوخ الحكم لكن لسه بيتلى. زي والذين يتوفون منكم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف والله عزيز حكيم. هذه منسوخة بقول الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، منسوخة حكما لكن ما زالت متلوة. يبقى نقول لها برضو ما تقريش الآية دي بالرغم أنها منسوخة حكما لأنها ما زالت قرآنا. لكن قالت والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذه نسخت تلاوة وبقيت حكما، فلا يحرم عليها قراءتها لأنها منسوخة تلاوة فليست قرآن، ولكن ما زال حكمها موجود على أنها خبر أحد حديث وليس متواتر. فهمت إزاي؟ فليست لها تواتر القرآن. فهمت القضية اللي بيقولها؟ ما هو كافرة طبعا. ما هو شوف هقول لك حاجة، الكتابية اليهودية والنصرانية لا شك ان اليهود والنصارى كفار، ولكن مع كفرهم استثنوا من وسط الكفار كده وبقوا لهم احكام خاصة، بقوا مستثنين من ضمن الكفار ولهم احكام خاصة. فهمت ازاي؟ لكن هم كفار، ربنا قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، فهم كفار خلاص، كفروا برسول الله، كفروا بالقرآن، مش دي كفاية في تكفيرهم؟ ده اللي بينكر آية واحدة من القرآن كفر، دول أنكروه إجمالا. اللي بينكر نبوة نبينا كفر، وهم أنكروا نبوة نبينا فهم كفار قطعا. كويس؟ لكن بالرغم من كفرهم قطعا إلا إن لهم أحكام مخصوصة من وسط الكفار، يجوز أكل ذبائحهم ويجوز التزوج بنسائهم. فيبقى ربنا خدهم من وسط الكفار كده وعمل لهم حكمين مخصوصين، إننا نتزوج نسائهم وناكل ذبائحهم. كويس؟ يبقى خصوصية الأحكام دي لا تخرجهم من دائرة الكفر فهم كفار. فهمت ازاي المسألة؟ بنص القرآن، نص واضح معروف. هو مين الكافر؟ تعريف الكافر هو الذي يجحد بالإسلام، ينكر الإسلام، دين الإسلام. كويس؟ ده تعريف الكافر. كل ما خالف الإسلام فهو كفر، وهم خالفوا الإسلام في الأصول الكبيرة في رسوله وفي قرآنه، فلم يعترفوا بنبوة لنبينا ولا بوحي عليه واعتقدوا أن القرآن كلامه فهم كفار. حتى ولو قالوا أن سيدنا عيسى رسول الله وعبده برضو كفار، فما بالك هم ما مش كده وبس، ده هم كفروا في سيدنا عيسى قالوا عليه إله، على خلاف بينهم هل هو إله ولا ابن الله ولا واحد من ثلاثة أو الحاجات اللي بيقولوها الاتلخبط دي اللي هم نفسهم مش فاهمينها، ده كفر من جهة سيدنا عيسى كمان، فهم ما لهمش نبي لو تدور عليهم، هم ما لهمش نبي، دي الحقيقة، ليس لهم نبي. نبيهم فين؟ سيدنا عيسى ما اعتقدوش انه نبي، لو اعتقدوا انه اله فهم كده هو يعني ضللي، ضالين، تايهين، ضالين. ما هي دي الضالين، الضلال انك تايه، فهم تاهوا، تاهوا مساكين. اليهود خلاص كفروا، كفروا سيدنا عيسى وكفروا سيدنا محمد فكفار رسمي، وقبل كده قالوا عزير ابن الله فكفار رسمي حتى من قبل كده، وقتلوا الانبياء من قبل كده فهم كفار حتى قبل ما يظهر سيدنا محمد. فالحكايه كبيره يعني واضحه، لكن هم ليهم احكام مخصوصه بالرغم من ذلك تيسيرا على المسلم. يعني انا الوقت لما ابقى عارف ان يجوز اكل ذبائحهم يبقى اما اروح البلاد اللي فيها مسيحيين ويهود اكل ذبائحهم واستريح، لكن لو رحت اليابان ما اعرفش اكل لحمه خالص، ما فيش الا السمك والجبنه. رحت البلاد اللي هم زي تايوان والحتت اللي هم بياكلوا فيها الكلاب والصراصير وبتاع والحاجات دي والقطط، ما ينفعش اكل لحومهم لان ذبائحهم حرام، حتى لو جابت ذبيحه وذبحها صح فذبحته ميته. لكن شفت بقى التيسير في الشرع الشريف، ان لان هيعيشوا معانا اليهود والنصارى لحد ما قبل لحد نزول سيدنا عيسى ابن مريم، فده قرون عديدة هتمر على المسلمين ويحصل تعامل بيننا وبينهم سنوات طويلة، فربنا يسر علينا الأمر، قال لنا كله ذبائح
ولو اتزنقت قوي احسن ما تزني اتجوز واحده منهم، واخد بالك، وخلاص وانتهينا على كده تيسيرا على المسلم. وكمان مش كده وبس، و تأليفا لقلوبهم، لان خبر النبي عندهم في كتبهم، خبر نبينا، فلما يلاقي ان المسلمين اعتبروهم اعتبار خاص وعملوا لهم كده في وسط الكفار حجم اخر ومعامله خاصه، يمكن يرق قلبهم ويطلعوا خبر نبينا اللي كاتمينه في كتابهم، يقوموا يسلموا ويدخلوا في دين الله افواجا. يبقى كانت تأليف لقلوبهم برضه، وتكثيرا لعدد المسلمين، لان الابناء اللي هيجوا من المراه اليهوديه ودي والنصرانيه هيجوا مسلمين، بدل ما كانت اتجوزت واحد من جنسها كانت جابت عيال. يبقى تكثيرا لعدد المسلمين، تأليفا لقلوبهم، تيسيرا للمسلم في حياته لتقلبه في بلادهم هي قرون عديدة وتعاملي معهم قرون عديدة، كل الحاجات دي جت تيسير. مش معنى كده ان انا ارتضيت ان هم ناجين يوم القيامة، لا، دول مش ناجين يوم القيامة لهم كفروا بنبيين. فهمت المسألة بقى؟ والوقت مش الوقت بس، من ايام سيدنا عمر مذهب الشافعية الوقت لا يجوز الزواج بالكتابية الا اليهودية بس، لان اليهود لا يقبلوا دخول حد في دينهم، فاليهود مأصلين، يهود يهود كده أبا عن جد. لكن النصارى بيقبلوا دخول ناس في دينهم، فاللي دخلوا في النصرانية بعد ظهور النبي دخلوا في دين منسوخ، يبقى لا يجوز الزواج بنسائهم لأنهم مش نصارى. فهمت ازاي؟ فده رأي الشافعية يعني، فلا يجوز الزواج بالكتابية الآن، والله أعلم، والله أعلم. ونقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله يوم السبت القادم، وتفضل الأذن.